معكم حتى للعشرة متاع الصباح. في الماضي كانوا يقاوموا البرد بالفراشية الأندلسية. هل عبيت تعرفها؟ هل ما زالت تذكرها؟ باش نمشيو لقلعة الأندلس وين عنا تاريخ كبير وأصالة تقليدية كبيرة برشا. سيرتو احنا نعيش أيامات البرد، دونك ديما فما التوجه يكون على حاجة زمنية في تاريخنا، في لبستنا التقليدية مصنعة على الجدود اللي كانوا يقاوموا بها البرد، هي الفراشية الأندلسية. صنعة هذه اللي بدأت تنقص برشا في بلادنا. هاك علاش معنا بالتليفون باش نتعرفوا على الفراشية الأندلسية مدام صبيحة خليل بن حميدة. صباح النور. مرحبا، صباح الخير. شنو أحوالك؟ لباس؟ الحمد لله لباس، يسأل عليك. يعيشك. شنو أحوال قلعة الأندلس في الطقس هذا؟ والله دير تبارك الله ما شاء الله، اليوم الشتاء مطر تبارك الله على الصب. تبارك الله تبارك الله. قل لي مدام صبيحة، الفراشية الأندلسية برشا عبيد يعرفوها برشا عبيد ما يعرفوهاش، أكيد عندها تاريخ طويل برشا، عندها تاريخ صنعة الجدود. أحكينا عليها شوية. الصنعة هذه كيفاش تصنع الفراشية هذه؟ قديش من يد خليها توصل أنه نلقاو الفراشية الأندلسية؟ وكيفاش أنت زادت تعلمتها؟ باهي، الفراشية من الأندلسية، جاية من الأندلس، هي معناها من التاريخ، من أول الأندلس جايبينها هي الفراشية. من الأول نغسل الصوف في الصيف، وبعد نسيحوها، وبعد نحاولوا نقرشوها تقرديش، معناها تتعدى من مرحلة لمرحلة، تمشي للتقرديش وللغزيلة. وبعد الغزيلة، وبعد جيني لي أنا باش نخدمها، معناها على أربعة مراحل. على أربعة مراحل باش توصل لي أنا للخدمة. واضح. وكيفاش تعلمتها مع التصنع هذه؟ وهل أنه صحيح أنه ما عادش برشا يخدموها، أو أنه شباب توا ما يعرفهاش الصنعة هذه، أو ما يقبلش عليها برشا؟ تعلمتها كي عرست تعلمتها نلقيها في دار، معناها حماية يخدم فيها وراجلي. معناها عندها 30 سنة نلقيها يخدموا فيها في الدار هذه. بالنسبة لي أنا، ما هما من قبل راه. وما معناها معناتها انتي اي معناتها انتي خديت على معناتها عائلة راجلك، كي جيت تلقاهم هما يخدموا فيها، وديجا هما عندهم تاريخ في الـ في الـ في الـ عندهم في تاريخ في صنعة الفراشية، كانوا يصنعوا فيها الفراشية، كانت موجودة، معناها يخدموا فيها في برشا بلايص. الفراشية تويكا ما عادش موجودة، فرد مرة نقصت برشا، نقصت مش نقصت برشا عدها سي ما عاد. وعليش معناتها صعيب انك تتعلمها، والا انه الشباب ما يعرفهاش توا؟ معناتها سيتو نعرفوا اللي فما برشا حرف وبرشا صناعات تقليديه قاعدين، فما شباب يخدم فيها، لكن اللي لاحظته اللي الفراشية الأندلسية ما فماش برشا شباب معناتها يخدمها. ان شاء الله ان شاء الله هن يقبلوا عليها تويكا، منه هكا ان شاء الله يقبلوا عليها، خاطر هي تعرف تو قعدت لي كعبات يغزلوا لي تويكا باش نحضر قطعه. معناها كعبات كبار يغزلوا لي تو، حتى الشباب يلزمهم يتعلموا، او معناها نبدو من الاول من الغزيله والدقرديشه باش يتعلموا للخدمه. وشكون باش يصبر لك ستة شهور؟ اقل شيء ستة شهور باش توصل انت، باش توصل تقد قطعه صغيره. معناتها في العام نجموا نعملوا زوز فراشيات هكا؟ لا، بالنسبه للي باش يتعلم. اللي باش يتعلم. بالنسبه للي باش يتعلم، اما بالنسبه لي انا المرأة تشد جمعة الفراشية. جمعة الفراشية، ودونك تشد اليد كمان جمعة، معناتها لازمك معناتها كل يوم. قداش يوصل السوم نتاعها الفراشية هذه؟ الفراشية توصل انت والطول نتاعها 250، انت والطول نتاعها، معناها انت والكبر نتاعها. وفما اللي تتلبس وفما اللي يتغطاها ديجا. فما اللي شنو الفرق ما بيناتهم؟ اللي تتلبس أرهف، بس تظلي خفيفة خفيفة نخرجوا بها في الكيس. والغليظه تظلي باش تدفينا، هذيك معناها الغليظه تظلي رزينة شوية. وتشارك بها في المعارض معناتها؟ تشارك بها في المعارض. دونك لهنا دونك لهنا معناتها الخدمه نتاعها دونك تشد جمعه، فما فرق ما بين انه فما اللي تتلبس خفيفه واللي تتغطى تغطى بها تكون ارزن شويه للدفاية بيان سور، وفما برشا برشا معناتها يختاروا انهم الفراشية الأندلسية هذه تكون موجوده في الدار واللي مقاومه البرد الكبير معناتها بارابول للفراشات اللي موجودين توا. توك الفراشية الأندلسية كانت ما فماش عروسه اللي ما تهزش ثلاثه قطايع
ثلاثة قطايع معناها فريرش. آه. معناها تسمى ما هزتش، إذا ذيك كانت الخطا نتاعنا. ما كانتش الكوسالة موجودة. كانت حتى كان فما كوسالة مع الفراشية. تويتها ما عادش موجودين، تولت الفريرش ما عادش موجودين. معناتها حاجة خذيت حاجة، بلست حاجة ديجا. إيه خذيت حاجة. واضح واضح. شكرا لك، بارك الله فيك مدام، شكرا لك، ان شاء الله يقبلوا الشباب على الفراشيه الاندلسيه وكفي كل مره. ان شاء الله ان شاء الله. انا نعرف روحي نالي ولي منطقه ادام بقلعه الاندلس. اي بس عبدي يحب معناها كان فما حاجه يجوني ليا هنا في قلعه الاندلس ملتقى ادام. اي دونك تبع الجمعيه التنمويه لتطوير الفنون والصناعات بالطبيعه. اي هذا جمعيه ادام. اي شكرا بتبيع عليك، وشكرا زيادة حتى للجمعية ومدام إقبال دونك اللي قاعدة في كل مرة أو كتمدنا مدام إقبال الشابي. دونك ذي حاجة مهمة برشا أنه نعرفوا بصناعتنا التقليدية، ونعرفوا زيادة بدور المجتمع المدني في أنه يحافظ على الأصالة متاعنا وثقافتنا وتراثنا، سواء كنحكيو على الماكلة أو لبستنا أو أي حاجة فيها التاريخ متاعنا. شكرا لك، بارك الله فيك مدام صبيحة، شكرا لك على التفاصيل هذه الكل، وكفي كل مرة نحكيو على صنعة تقليدية لكم أنتم. نحاولوا أنه في كل مرة نتذكروها، فما الغربال، فما مش حكيوا زيادة على قفص سيدي بوسعي، مش حكيوا على برشا حرف وصناعات تقليدية بدأت في الاندثار، لكن نحاولوا أنه نسترجع معها الذكريات، ونشجعوا زيادة الشباب أنه يمشي يتعلم الصنعة هذه، مش نحافظوا على تراثنا وتقاليدنا. شوية آخر عندكم الموعد مع أخبار